يا اهلا وسهلا يا دكتور، نورت. ايه خير؟ جاي تعمل نمره جديده ولا ايه؟ نمره؟ امال انتوا هنا بتعملوا ايه؟ بيعوا سبح؟ اهلا اهلا باشمهندس، قصدي دكتور ابراهيم. والله العظيم انت ابن حلال، جبت لك حته دين هديه، فانوس بيصفي النفوس، لو دعكته كل يوم بالليل قبل ما تنام هيشفط السواد اللي جواك. هروح اجيبه. مش عايز زفت، واللي قلبه اسود بيبان من تصرفاته. دي حركه تعمليها فراوله؟ مالكيش دعوه بنتي، بتدخليها ما بيننا ليه؟ ما شاء الله ما شاء الله، بنتك كتكوته قوي، وهي اللي طلبت تتصور معايا. تقومي نشر صورتها على السوشيال ميديا عشان تغيظيني؟ اغيظك؟ حضرتك مش في دماغي اصلا يا باشمهندس، قصدي دكتور. فراوله في دماغها حاجات كتير، حاجات اهم من كده. انا كل طاقه ايجابيه وحضرتك جاي تشفطها. وبعدين انا ما اقدرش ارفض طلب لفنزاتي، كلهم بيحبوني خصوصا لو كانوا كتاكيت صغننين. عقبال فنزاتك يا دكتور وكتاكيتك الصغننين. انا مش محتاج فنزات عشان اعرف قيمه نفسي، بس لما الاقي انه بنتي بقى نفسها تبقى زيك، لا لا، دي حاجه انا مش هسمح بيها. دي حاجه المفروض تكون فرحان وفخور بيها، ان بنتك واخداني قدوه، شخصيه ناجحه محبوبه لذوذه. هتعمل ايه تاني؟ هتبلغ عني؟ لا مش هبلغ، ما انا لو بلغت انت هتكسبي وهيبان ان حجتي ضعيفه. والله من غير ما تبلغ يا دكتور، انت كده كده حجتك ضعيفه. اللي عندك اعمله يا دكتور. في مثل يقول لك ايه؟ امشي عدل يختار عدوك فيه، واحنا ماشيين عدل قوي. والله يا فراوله انا في الاول كنت فاكر ان الفلوس مزغلله عينك، وانك شويه وهتعقلي وتفوقي عشان معدنك كويس واصيل، وان اللي اسمه يانج بتاعك ده ضحك عليكي وعاملك كوبري عشان ينصب على الناس، بس ظاهر اني طلعت غلطان. انت غلطان من البدايه، لما حشرت مناخيرك في حياه ناس ما تعرفهاش. انا ولا خطيبتك ولا مراتك ولا طليقتك. انا ما قلتش انك خطيبتي ولا مراتي، انت حره حره اعملي اللي انت عايزاه في حياتك. نسيت اقول ولا اختك. انت حره طالما ما بتضريش حد. لاخر مره يا فراوله بقول لك مالكيش دعوه بلارا ولا بامها. انا عملت لهم حاجه؟ هم عندك على فكره. اتفضل روح لهم. اتفضل. طيب ماشي. لا اتفضل. ماشي. اتفضل. خلاص ماشي. على فكرة بقى اختياراتك هي اللي مدمرة حياتك. ماشي. واختياراتي مدمرة حياتي حياتي. سيب القاضية. بس هيرجع لنا تاني. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.